السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، عدنا إليكم من جديد وبأخبار مهمة جدا اللي كانت انتشرت في الساعات القليلة الماضية، وكذلك طبعا غادي نهضروا على تحليل تحركات وتقييم أداء اللاعبين، وكما العادة كلشي غادي يكون بالمختصر المفيد، لذلك بدون أي إطالة يلا نبداو على بركة الله ونبداو مع الجدل اللي عاوتاني خرج في الساعات القليلة الماضية حول موعد كأس إفريقيا 2025. واش غادي تقام في يناير أو الصيف أو سيتم تأجيلها؟ مبدئيا باش نكونوا واضحين وعلى علم، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مازال معلش بشكل رسمي موعد انطلاق الكان اللي غادي تنظموا المغرب، اي بمعنى اخر اي كلام كيروج على ان كاس افريقيا غادي تقام في شهر واحد في الصيف او واتيفر اي موعد اخر فهي غير اشهادات صحفيه ليس الا. ولكن الا جينا نشوفوا بالمنطق ونديروا تحليل مبسط غادي نلقاو بان شهر يناير 2025 هو الموعد المناسب لتنظيم هذه البطوله حسب الوضعيه اللي احنا فيها حاليا، بمعنى في صيف 2025 مستحيل الاتحاد الدولي لكره القدم يقبل بتنظيم بطوله في نفس الوقت اللي غادي تقام فيها كاس العالم للانديه، واللي بين قوسين غادي يكون بين نظام جديد واللي غادي يشارك فيها 32 فريق مقسمه الى 8 مجموعات وكل مجموعه غادي تتاهل فيها فريقين، يعني من الاخر الفيفا ما غاديش تقبل بوجود بطوله اخرى اللي غادي تقدر تنافسهم، زائد ما يمكنش حتى تاخير كاس العالم للانديه بسبب الاجنده ديال النوادي. والمشكل ايضا وهو في شهر يناير اللي قلنا هو الانسب لتنظيم بطوله الكامب المغرب غادي يكون هو الاخر صعب جدا بسبب ان الملاعب ما غاديش تكون واجده في ذاك الوقت بنسبه 100%، يعني في شهر واحد كاين مشكل وحتى في الصيف كذلك، وبسبب العوامل يقدر يكون استثناء والفيفا تقبل تنظيم الكان في يناير 2026 واللي هي طبعا نفس السنه اللي غادي تنظم فيها المونديال، وهذا في نظرك يبقى هو اقرب حل منطقي الا لكان شي مفاجاه وكانت عندنا القدره نكملوا تجهيز ملاعب في شهر واحد. المهم حد الان وكما اتفقنا كاملين في الاول راه مازال ما خرج قرار رسمي من الاتحاد الافريقي حول هذا الموضوع. ندوزوا دابا الى المحترفين المغاربه، وكما عارفين كاملين راه رجعوا للانديه ديالهم، وكاين اللي شارك مع الفريق ديالو بحال مثلا اسماعيل السيباري اللي فضل المدرب بيتر بوش يشاركوا كاساسي مباشره بعد عودته بايام قليله جدا من كاس افريقيا، وفعلا سيباري دار ماتش كبير اللهم بارك، وبدنيا كان حاضر والدليل لعب 90 دقيقة كاملة، وقدر كذلك يعطي اسيست هدف التعادل في الدقيقة 34، والماتش بين قوسين كان ضد نادي اياكس امستردام. المهم قصة الاسيست كتبدا من وسط الميدان بتمريرة طويلة جدا في العمق، واللحظة اللي تلعب فيها هذا الباس إلا لاحظتوا هي نفس اللحظة اللي سيباري اسماعيل دار فيها سبرينت ديالو للأمام قبل ما توصل الكرة عند زميله المكسيكي هيفينين رودريغو لوزانو باينا، لهذا الأخير بذكاء المحليك المغربي دار الانطلاقة ديالو على الطرف، وبذلك اللاعب المكسيكي من 18 اي من لمسه واحده كيلعبها لاسماعيل في المساحه، ومع السبرنت اللي داروا السيبار في الاول خلانا نشوفوه دابا بدون اي مراقبه تذكر، زايد عنده الوقت الكافي باش ياخذ القرار الصح كما كيبان لكم بالواضح، اي بمعنى اخر سرعه بناء الهجمه ما خلاش دفاعات الاياكس ينظموا الخطوط ديالهم في الخلف. المهم السيباري من لمسه واحده كيصيفط عرضيه للمهاجم رقم 9 اللي هو لوك ديونغ، بوم جول كيجيب هدف التعادل، وبهذه النتيجه طبعا سال الماتش اللي هي 1-1. المهم اسماعيل في هذا الماتش راه كان تحصل على تقييم 7 وحاليا كيحتلوا المركز الاول ب 56 نقطه. ايضا عندنا مباراة ويستام يونايتد ومانشستر يونايتد، فكما عارفين كانوا فيها جوج مغاربة نايف اكرد وسفيان امرابط. بالنسبة لاكرد نايف وكما كتعرفوا عليا الواقعية وبدون أي تطبيق، للأمانة نايف خلاها فيها في الهدف الأول ديال مان يونايتد، فإلا لاحظتوا معايا كانت هنا مواجهة ثنائية مباشرة بين اكرد واللاعب الدنماركي هولاند، والمشكلة اللي كانت عند المغربي هي التايمينغ أي التوقيت فين يخرج يضغط لك على اللاعب، زاد كان هناك في الأول نوع من التردد، بحيث في الأول زاد خطوة كأنه غادي يخرج ويسد ويغطي لك على حامل الكرة، ومن بعد مباشرة كيرجع خطوة للخلف. ثم عاوتاني كيعاود يخرج عنده ولكن في ديك الوقيته كان فات الاوان لان اللاعب هولاند صافي كان استغل المساحه اللي خلاها ليه نايف في الاول، هنا كيفتح راسه زاويه التسديد ثم كيماركي البيت. غادي نطلق لكم لقطه تشوفوها عادي جدا باش توصلكم الفكره مزيان، يعني كما قلنا كان التايمينغ ديال اكرد نايف في الضغط متاخر بزاف وماشي اول مره نايف كيطيح في هذا الخطا. بالنسبه للهدف الثاني اللي كيبان لكم حاليا راه ما كيتحملش فيه المسؤوليه نهائيا، اما الهدف الثالث كان الخطا ديال بديل كالفين فيليبس اللي كضيع عليه الكره في وسط الميدان بعد ما قطع عليه الاسكتلندي ستوك ماكتوميناي، ولكن في هذه اللحظه كان على اكرد يكون في نفس الخط مع المدافع كورت زوما باش يصيدوا الارجنتيني اليخاندرو كارناشو في الاورجو، راه بحال هالتفاصيل هي اللي كتفرق بين مدافع ومدافع اخر. المهم ماكتوميناي لعب الباس هنايا لكارناشو اليخاندرو، ورغم محاوله اكرد والقتاليه الا ان الارجنتيني قدر يسجل هذا، وطبعا هذا البيت من الاساس كيتحمل مسؤوليته اللاعب كالفين فيليبس. وبالمناسبه نايف اكرد كان من ابرز اللاعبين اليوم في نادي ويستام يونايتد، غير هي السلبيه الوحيده اللي كانت عنده هو ذاك الهدف الاول. بخلاصه اكرد راه من افضل المدافعين في العالم حاليا، غير هو خاصو لابد يخدم على بعض التفاصيل لا بغى يلعب شي نادي ديال الصف الاول. المهم بالنسبه للتقييم ديالو هو 7.1، اما امرابط سفيان فاليوم ما لعب حتى لدقيقه واحده، وحاليا الشياطين الحمر في المركز السادس ب 38 نقطه، اما ويستام يونايتد في المركز السابع ب 36 نقطه. ومن البريمير ليج الى الدوري روشن تحديدا مع الساطع عبد الرزاق حمد الله اللي اليوم ماركا ليك بيت هدف اللي كان كلاسيكي من ضربه جزاء فيكسا وبلوكا به الحارس محمد جعفر الحساوي بل وكلسو على ركابه، وهذا الهدف هو اول هدف
لنادي الاتحاد في سنة 2024. المهم الماتش كان ضد نادي الفيصلي وحمد الله عبد الرزاق تحصل على تقييم 7.8 وكان ربحوا المباراة بأربعة أهداف لصفر وحاليا كيحتلوا المركز السابع ب 28 نقطة مع مباراة ناقصة. وحتلنا غادي نقول لكم صافي وصلنا للختام وخير الكلام ما قل ودل. وكالعادة كان معكم إسلام في أمان الله ومع السلامة.